جايز، كيفكم؟ ان شاء الله منيح. انا اليوم بالاتليه تبع Matter of Perspective by Maria Scaff. اول شيء بتقول هذا المحل بيعقد، فيكم تعملوا workshops with your friends or your family، وفيكم تاخذوا الايتمز معكم على البيت، وكمان فيكم تعملوا private sessions so you can learn how to draw، كمان فيكم تعملوا art therapy so you can heal. كمان اذا عندكم زياره كمان فيكم تاخذوا من عندها ايتمز. تاني ايديا هي البورتري. بالنسبة للبورتري فيكم تاخدوا صورة وتبعتوا ليها لماريا، وماريا بتقدر ترسم لكم اياها. There's a lot of choices، فيكم تنقوا اياها بالفحم، يا black and white او colorful. There's a lot of ideas to do your portrait. كمان ايديا فيكم اذا كان في اول قربانة او عمادة توصوا على souvenirs who are handmade and customized. كمان اذا كنتوا رايحين على زيارة كمان فيكم توصوا منهم. هلا حاعطيكم ايدياز شو فيكم تاخذوا جيفتس من عندها. لنعتبر انتو عندكم بيرثدي وفجاه نسيتوا تجيبوا هديه، فشو بتعملوا؟ فيكم تجوا لعندها وتجيبوا فاوتشر، وهذا الفاوتشر فيه رفيقكم او رفيقتكم تستعملها فور وركشوبس او برايفت سيشنز حسب البادجت تبعكم. هلا هودي الايدياز اللي فيكم تعملوهم بالوركشوبس، في انانه وفي جارز، وليكوا هودي الخشب كثير مهضومين. طب تعوا هلا لفرجيكم صور ماريا رسمتهم. All the paintings. طب هون كمان رسمي ايقونات بيعقدوا بجنوا اذا بتحبوا تجيبوا منهم. يعني عن جد شو بدي اقول؟ واو، الواحد بيطلع عليهم بينصدم، بيعقدوا. They're so professional. كيف ترسم البورتري بلاك اند وايت. كمان بتقدر ترسم على الخشب وعلى الستون. هون رسم أديل وفيروز وهاري بوتر. سو جايز، يعني عن جد المحل بيعقد. الواحد بينصدم لما يروح لعنده، بينصدم من الجمال الماريا اللي بتعملهم بالارت ووركس والبينتينجز. ما حكذب عليكم، ان شاء الله لو كنتوا صراحه بعادوا باخر الدنيا الصراحه اتس وورث ات انه تجوا لعندها، بتنبسطوا كثير وما بتحسوا بنقطه زعل. يعني بتفشوا خلقكم اذا كنتوا معصبين وزعلانين. اتس ريلي اتس يعني عن جد اتس وورث ات. يعني باي جايز.